بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا المرة اللي فاتت مع بعض عند المسألة رقم 3 اللي كانت بتسألني عن المكان اللي حط فيه شحنة قيمتها سالب 4 كيو 1، بحيث تكون محصلة القوى المؤثرة على شحنة عند نقطة الأصل تساوي صفر. وطبعا بحكم ان انا كان عندي اختيارات فقدرت استنتج ان الاختيار هو كان اكس تساوي 2a. انا هحل المسألة تاني على اعتبار ان انا ما عنديش اختيارات والراجل بيقول لي فين المكان اللي حط فيه هذه الشحنة. نبدأ مع بعض كده نسمي الله ونقول ان هو كان بيقول لي وضعت شحنة Q1 عند اكس بتساوي ايه، وكنا رسمنا محور اكس زي ما كلنا اتفقنا مع بعض، وقلت ان انا عندي محور واي، وكانت هذه الشحنة اللي اسمها Q1 موجودة في مكان معين اسمه A. يعني أنا عندي شحنة مثلا موجودة في هذا المكان وسميناها Q1 عند نقطة اسمها X بتساوي A. يعني إيه X بتساوي A؟ يعني هذه المسافة بين نقطة الأصل ومكان الشحنة، المكان ده كده هو اسمه A. يبقى انا عندي المسافة هذه اسمها A. تمام. وقال لي اين يجب وضع شحنة Q2 بتساوي سالب 4 Q1. واتفقنا مع بعض في الفيديو اللي فات ان Q2 لقيناها ما ينفعش تكون موجودة هنا وما ينفعش تكون موجودة هنا، وانها لازم تكون موجودة في هذه المنطقة على يمين Q1. يبقى انا اتفقنا مع بعض في الفيديو اللي فات، ارجع للفيديو اللي فات واعرف السبب ان احنا خلينا Q2 تتحط على يمين Q1. يعني انا عندي Q2 لازم تكون في هذا المكان. ممتاز. وبعدين كل ده عشان خاطر تكون محصلة القوى المؤثرة على شحنة اسمها Q3 موجودة عند نقطة الأصل، تكون محصلة القوى المؤثرة على هذه الشحنة Q3 تساوي صفر. يبقى أنا عندي شحنة هنا كده اسمها Q3، هذه الشحنة Q3 محصلة القوى اللي عليها بتساوي صفر. ممتاز جدا. احنا عايزين نوجد ايه دلوقتي؟ ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني اطلع المسافة ما بين الشحنة Q2 وQ3. ده المطلوب مني دلوقتي. احنا عايزين نجيب المسافة اللي باللون الاخضر ده اللي انا هفرضها واسميها، سميها زي ما تسميها، سميها دي ال اي حاجة، انا هنا هسميها اكس. يبقى احنا عايزين نجيب اكس دي، نشوف اكس دي كام، هل هي تساوي ايه، 2a، 3a، ما نعرفش لغاية دلوقتي. طيب لو جيت قلت لك انا ممكن افرض Q1 هذه افرضها بواحد كولوم، حاضر، يبقى دي Q1 هسميها 1 كولوم. طب ما هي Q3 قدها بالظبط، يعني هي كمان 1 كولوم. خلي بالك Q1 موجب وQ3 هي كمان موجب. طب Q2 اظرفها، ده Q2 قيمتها بتساوي سالب 4 كولوم، عشان سالب 4 Q1. انا خلاص كده ماشي. طيب لما اجي اقول لك ما بين Q1 وQ3 في قوة تنافر ولا تجاذب؟ تقول لي تنافر طبعا، ده موجب وموجب. تنافر يعني Q3 تروح جهة اليسار. تمام. القوة اللي جهة اليسار دي هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها F. اللي بيأثر بها مين؟ الشحنة 1. على الشحنة مين؟ على الشحنة 3. يعني هيبقى اسمها F1 3. اتفقنا؟ اتفقنا. طب الشحنة Q2، الشحنة Q2 دي، دي سالبة على فكرة، الشحنة Q2 دي سالب. تعمل ايه في Q1، في Q3؟ Q2 دي تعمل ايه في Q3؟
سالب وموجب يتجاذب، يعني تخلي كيو 3 تتحرك جهة اليمين تحت تأثير قوة اسمها اف. اف بتاعت مين؟ من 2 لـ3. يعني كأن الشحنة كيو 3 بقى بيتصارع عليها قوتين، اف 1 3 واف 2 3. بالمناسبة القوتين دول متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه طبعا، لان لو كان في قوة اكبر من التانية كانت خلت الشحنة كيو 3 تتحرك في اتجاهها، صح يا ولاد؟ ده اللي احنا هنبدأ منه حل المسألة. يبقى انا عندي دلوقتي، احنا اتفقنا مع بعض ان اف 1 3 تساوي اف 2 3 في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه. طب ما تيجي بينا نعوض، اف 1 3 كي في كيو 1 كيو 3 على ار من 1 لـ3 تربيع. لغاية كده متفقين؟ يعني ايه ار من 1 لـ3؟ المسافة ما بين الشحنة 1 الى الشحنة 3 تربيع هتساوي شرطة كسر ك في كيو 2 كيو 3 على ار من 2 لـ3 تربيع. تمام. طب انا ينفع دلوقتي اشيل الكي مع الكي ولا ما ينفعش؟ طبعا ينفع. واشيل الكيو 3 مع كيو 3 ولا لا؟ اكيد ما فيش مشكلة خالص بالنسبة لي. ظل لي مين دلوقتي؟ اقول لك حاضر، بعد ما وسع بس المكان شوية ظل لي كالتالي. يبقى اللي اتبقى معايا في الطرف اليسار اتبقى لي كيو 1. كيو 1 اصلا انت فرضها بكام؟ 1 كولوم. طب ما تكتب يا عم 1 كولوم. يلا بينا، ادي 1 كولوم قسمة ار 1 3. ار 1 3 اللي هي فين؟ اللي هي دي ار 1 3، المسافة ما بين 1 و3 اللي هي اسمها ايه؟ بس خلي بالك تربيع. تمام يا مستر. تساوي كيو 2 قيمتها كام؟ سالب 4 كولوم. هنعوض بالسالب ولا بالموجب؟ هنعوض بالموجب، عشان القانون بنستخدم القيمة المطلقة للشحنة. يعني كأنها 4 قسمة المسافة كام؟ من 2 لـ3. اقول لك المسافة، الخط الاخضر ده اللي انا بعمل عليه دلوقتي اهو، المسافة دي من 2 لـ3 اللي هي كان اسمها اكس، وهسميها اكس تربيع. خلاص كده المسألة اتحلت يا مستر. على فكرة انا اقدر اعمل جذر تربيعي للطرفين، هيطلع لي ان جذر 1 بـ1 جذر ايه تربيع بايه تساوي جذر 4 بـ2 على جذر اكس تربيع باكس. ضرب طرفين في وسطين يبقى اكس في 1 بتساوي اكس، واتنين في ايه بتساوي 2 ايه، يبقى اكس بتساوي 2 ايه. يبقى الشحنة كيو 2 لابد ان تكون عند الموقع اكس تساوي 2 ايه، عشان يبقى في اتزان على الشحنة كيو 3 اللي موجودة عند نقطة الأصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.